مرحب بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها النهارده عن اهم النصائح والتحذيرات والتوقعات لبرج السرطان لعام 2024. احنا اتكلمنا اوريدي عن برج الدلو وعن الحوت وعن وعن مين تاني اتكلمنا عنه؟ اتكلمنا عن الدلو وعن الحوت، انا نسيت يا ولاد تصدقوا. طيب فخلونا بقى نتكلم عن برج الكانسر والسرطان في عام 2024. هي البشارات الحلوة والأخبار السعيدة لبرج السرطان، ونتكلم عن التحذيرات الهامة، وده يعني فيديو زي البداية بس هنتكلم بقى بالتفاصيل أكتر وأكتر لما نقرب على نهاية السنة. قبل ما ابتدي في الفيديو قولولي بتابعوني من مدينة ايه ومن بلد ايه، لو بتابعوني من جوه مصر بيستعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل أكبر عدد من المتابعين، لو بتابعوني من بره مصر بيستعملوا لايك للفيديو واعملوا شير كتير كتير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المتابعين. طيب برج السرطان. طبعا احنا عارفين برج السرطان من الابراج اللي عانت كتير جدا 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 الفترات اللي فاتت، وخاصه سنه 2023 كانت سنه كبيسه وكانت سنه صعبه، وخاصه في نهايات عام 2023 ان السرطان عانى صحيا وعانى عائليا وعانى ماديا، وكانت سنه صعبه. يعني انا شايفه ان السرطان تعبان اوريدي من 2019، يعني 2019 و2020 و2021 و22 و23 كانت سنوات صعبه وكبيسه ومش سهلة على موليد برج السرطان. طيب الحاجة الحلوة اللي عايزة أبشر فيها موليد برج السرطان إن حركة الكواكب كلها في عام 2024 في مصلحتك، فأنت بالتأكيد ومما لا شك فيها برج السرطان أنت أفضل بكتير جدا جدا في عام 2023 عن عام سوري عن في 2024 عن عام 2023. والخبر الأحلى والأحلى إن عام 2025 برضو أنت من الأبراج المحظوظة فيها، يعني أنت بالنسبة لك 2025 أحسن من 2024، 2024 أفضل بكتير من 2023، فأنت في كيرف تحسن عندك في حياتك تدريجيا يا برج السرطان. أنا يا جماعة من محبي برج السرطان عشان هو برج طيب، برج حنين، برج عطوف، برج خدوم جدع، يعني صاحب صاحبه، برج يعني جدع قوي، يعني برج بيحب الناس، بيحب يساعد الناس، وبيحب بيبسط لما بيكون سبورتيف للناس، وبرج حنين جدا جدا جدا. يعني فيا بخت ويا هناء ويا سعد اللي موجود في حياته برج السرطان. طيب خلونا نبتدي باول حدث فلكي رائع بيسبورت يو بيدعمك يا برج السرطان في عام 2023. زحل في موقع زحل، يعني هو كوكب خطير، كوكب مخيف في موقع داعم ليك. زحل موجود في برج الحوت، برج الحوت ده يعني برج صديق ليك، فاول حاجه دايما الناس بتخاف من زحل، فانت زحل مش بيرخم عليك، مش بيضايقك، زحل في موقع يعتبر قوي جدا جدا. هو يا جماعه في صوت بجد؟ يا جماعه الصوت في مشكله في الصوت ولا ايه؟ يا جماعه الصوت مش شغال ولا شغال؟ بس عشان في ناس عماله تكتب لي مفيش صوت، قولوا لي الصوت شغال ولا لا. لا ما هو في اتنين بيكتبوا لي ان مفيش صوت، عايزه الباقي يقول لي في صوت ولا مفيش صوت. هاي يا جماعه في صوت ولا مفيش صوت؟ طيب فعايزين نقول ان زحل في برج الحوت، وهو في حد بس بيقولي ما في صوت وباقي الناس كلها بتقولي شغال، فواضح ان عند حضرتك المشكله. يبقى زحل في موقع بيدعمك، زحل في الحوت، وده مش في موقع مواجهه او موقع معاكسه او موقع وحش بالنسبه لك، فانت يعني كل الناس اللي زحل بالنسبه لهم في موقع مش داعم بيخافوا، لان زحل هو كوكب صعب، كوكب مش سهل، كوكب كله بيدي بيدي يعني. فزحل في موقع داعم ليك، ف يعني زحل في الحوت في سنه 2024 وكمان في سنه 2025، عشان كده بقول كده بقول لكم ان شاء الله سنه 2025 سنه قويه بالنسبه لكم، سنه مثمره بالنسبه لكم، سنه سبورتيف بالنسبه لكم. يعني اللي ممكن ياثر عليكم فيه زحل شويه ان هو ممكن يعمل لك شويه مشاكل قضائيه، يعني ممكن تدخل في قضايا، بس ان شاء الله يعني او عندك قضايا ليها علاقه بالنفقه، ليها علاقه مع البارتنر بتاعك، ليها علاقه تدخل في مشاكل قضائيه وهتنجح فيها او هتكسبها او النتائج هتكون مرضيه فيه، او يعمل لك تاخيرات او عراقيل في السفر، يعني تلاقي في حاجه بتبوظ كده ليها علاقه بالسفر. اما غير كده انا شايفه ان زحل في موقع مش وحش خالص خالص بالنسبه لك. يبقى اول حاجه ان كوكب زحل المخيف المرعب المهيب في موقع داعم ليك موجود في برج الحوت لمده سنتين 2024 2025.
طيب تاني حاجة بقى، وده الأفضل والأفضل والأفضل والخبر الأحلى بالنسبة لكم والأجمل، وهو إن حركة بلوتو لبرج الدلو بعد ما كان بقاله 20 سنة، 20 سنة بلوتو في وشك، في الدائرة الفلكية، في مواجهتك، في حرب معاك. يعني السرطان يا جماعة تعبانين بقالهم 20 سنة، برج السرطان انت بقالك 20 سنة مجهد ومتعب، لأن البلوتو الموجود ويعني يعني سنين صعبة كده، وسنين فيها معاناة، وسنين فيها مشاكل، لأن بلوتو كان موجود في برج الجدي في مواجهتك، في وشك، بيرخم عليك، بيتعبك. فأخيرا أخيرا بلوتو هينتقل للبرج الدلو، فده موقع أفضل بكتير جدا من مواجهته ليك في برج الجدي. أوكي، يعني بعد 20 سنة انتقال بلوتو لبرج الدلو بيقول لك ياه ياه ياه، الحمد لله على السلامة، يا جاي من السفر يا برج السرطان. فانت افضل، انت احسن، انت اقوى. المعاكسات، المواجهات، الاحزان، المشاكل، التأخيرات، التعطيلات، اكيد خسرت اشخاص كتير جدا 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 في حياتك، ممكن يكون ان هم توفوا او ان انت بعدت عنهم او الناس دي خسرتهم. فاخيرا انت كنت تعبان جدا جدا بقالك 20 سنة من مواجهة بلوتو، وزعلت على خسارة اشخاص، الاشخاص دي اثرت فيك نفسيا جدا جدا يا برج السرطان، لان هو برج الدمار. بلوتو ده برج اللي بيدمر، بيهد، بي يعني برج خطير، وبرج يعني مش سهل اطلاقا. فلما يكون في وشك، في مواجهتك، بيحاربك، بيواجهك، بيعكسك، لا يعني السرطان تعب تعب تعب. قولوا يا برج السرطان الكلام ده مظبوط ولا لا؟ يعني انتوا بقالكم فتره بتتعبوا، متدربكين كده، متسحولين، يعني كله ضرب ضرب، مفيش شتيمه. طيب قولوا لي يا جماعه، بتتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه؟ ولو بتتابعوني من جوه مصر بيستعملوا لايك للفيديو، ولو بتتابعوني من بره مصر بيستعملوا لاف للفيديو. ويا جماعه عايزاكم كلكم تعملوا لي فولو على التيك توك، عشان هنبدا نعمل فيديوز على التيك توك. طيب يبقى اخيرا انت افضل بكتير جدا جدا يا برج السرطان. طيب هنقسم السنه بقى زي ما احنا عارفين، زي كل الابراج، الى قسمين. القسمين دولت اللي هو الخبر الثالث، الكوكب السعيد الثالث هو كوكب المشتري، اللي بيبتدي السنه في موقع داعم ليك جدا، موقع العلاقات، موقع الاجتماعيات بتاعتك، في برج الثور. فالمشتري موجود من اول السنه لحد يوم 25 مايو في برج الثور، وده كوكب الحظوظ السعيده، وده بيدعمك بقى، بيحقق لك امنيات عندك. يعني ديفينتلي ومما لا شك فيه عندك امنيه كنت بتشتغل عليها، او هدف مهم كنت بتحلم بيه يا برج السرطان اول 5 شهور، وعندك انتقال لبيت جديد او وظيفه جديده، او عندكم شهره، ناس بتشتغل على السوشيال ميديا، عندكم فلوس حلوه جايه لكم من السوشيال ميديا، عندكم شهره، عندكم انتشار، عندكم علو شان. اجتماعيا انتوا افضل بكتير جدا جدا. فانا شايفه عندكم مثلا شراء شيء ثمين او غالي، او كان نفسك تشتريه، عربيه، بيت جديد، حاجه جديده كان نفسك تشتريها يا برج السرطان. فالمشتري كوكب الحظوظ السعيده في موقع داعم ليك في برج الثور، الصديق ليك لحد يوم 25 مايو. فعايزاكم تستبشروا خيرا بتحقيق امنيه حلوه كان نفسكم فيها، او تحقيق حاجه كنت بتحلم فيها وبتتمناها يا برج السرطان. فانت من الابراج على فكره السرطان، او عندك نجاح، عندك ترقيه، عندك علو شان. على فكره باي ذا واي يا جماعه، فور يور انفو، ان برج السرطان هو من اكتر الابراج اللي عندها المحظوظة ماديا وعاطفيا كمان. يعني ماديا انتوا من اكتر الابراج اللي جاي لكم فلوس في عام 2024، مشروع جديد هينجح، مصدر دخل جديد، حد، شخص ذو نفوذ هيدي لك فلوس، او هيساعدك، او هيدعمك. كمان انتوا من الاشخاص الاكثر في العاطفة، عندكم ارتباط جديد او دخول علاقة جديدة. طيب ايه اكتر الايام المحظوظة، اكتر شهور محظوظة بالنسبة لكم؟ طبعا شهر 7، وده شهر ميلادكم، ده من اكتر الابراج اللي عندكم حظوظ عاطفية فيه. كمان شهر 5 مايو، لان شمس الثور بتدعمك فيه، والمشتري كمان في الثور بيدعمك فيه. كمان شهر مارس، ده انت اعتقد ان افضل، يعني اول 3 شهور افضل شهر بالنسبة لك هو مارس، ده انت شهر يناير بقى كله ضرب ضرب ضرب. بصوا يا جماعة، خلينا كده كلنا نكون متفقين، وقولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا يا برج السرطان، ان اصعب شهر في عام، في كل سنة، في كل عام، هو بداية السنة دايما، اول يناير، اول 22 يوم من شهر يناير هم الاصعب دوما في برج السرطان. ليه بقى؟ كل الكواكب متجمعة في برج الجدي في وشك، في مواجهتك، في معاكستك، شمس، مريخ، عطارد، يعني بريه بريه بريه، ربنا معاك يا برج، يا برج. وكمان فينوس موجود كمان في القوس، يعني
فمواقع الكواكب مش داعمة ليك في شهر يناير، فمن أصعب الشهور اللي لازم تاخد بالك منها هو شهر يناير، وخاصة أول 22 يوم. يعني حاولوا يا برج السرطان تنجزوا كل حاجة، كل حاجة مهمة قبل يوم 22 ديسمبر، لأن من 22 ديسمبر لحد 22 يناير الفترة دي من الفترات الصعبة جدا جدا في عام 2024، تعتبر تكون الأصعب. يعني أقول لكم على حاجة من أصعب الشهور بالنسبة لكم، أول شهر في السنة وآخر شهر في السنة، يعني اللي هو شهر يعني أصعب شهرين يناير وديسمبر. شكرا. شهر بالنسبة لكم كمان شهر اسمه ايه ده نوفمبر، حلو جدا بالنسبه لكم. انتوا لازم تحذروا بقى في شهر ابريل، تحذروا في شهر يونيو، تحذروا في شهر اغسطس، تحذروا في شهر اكتوبر. دي الاوقات الصعبه جدا بالنسبه لكم، والاوقات اللي مش سهله بالنسبه لكم. اما اشهر السعاده واشهر تحقيق الامنيات والاشهر الاكثر حظا، تعالوا نقوم بالترتيب: 1 مارس شهر الحب، 2 مايو، 3 جولاي، 4 نوفمبر، ممكن سبتمبر نص نص، يعني نص الاولاني من سبتمبر. ماشي. طيب يبقى بعد كده من يوم 26 مايو لحد اخر السنه المشتري هيتنقل لبرج الجوزاء، وهيفضل بقى برج الجوزاء سنه كامله. مشتري الجوزاء بيدي لك ايه؟ انا شايفه بيدي لك دعم، بيدي لك سند، بيديك علاقات كويسه، بس هيكتشف المستور، يعني اوجه الناس الحقيقيه، بس هتسقط الأقنعة، هتسقط يعني هتكتشف ناس كتير جدا جدا على حقيقتها. هيجيلك فرص شغل حلوة جدا، هيبقى عندك فرص عمل حلوة، فرص استثمارات، فرص مشاريع قوية جدا جدا، حلول لمشاكل، عندك كشف المستور، أنا سميها فترة كشف المستور. هيبقى قدراتك التحليلية ان انت تفهم الأمور، عشان كده لازم تحافظ على أسرارك يا برج السرطان، وتحافظ على إنجازاتك، تحافظ على الحاجات الحلوة بتحصل في حياتك، واحذر من طاقة الحسد. انتوا معرضين للحسد لان انتوا برج روحاني جدا جدا، فهيبقى الناس باصين لك ناقرين عينيك، وخاصة ان انت قلت ان انت هتحقق أمنية حلوة او أمنية غالية على قلبك في عام 2024، ففي عيون كتير قوي هتبقى مترصدك. بصوا ده عمل، بصوا ده سوى، بصوا ده خلص كل حاجه، ده بصوا ده فظيع. ففي يعني في عيون كتير جدا جدا عليك. شايفاك كمان في نص السنه الثاني هتعمل حاجه، يعني اكثروا من يا جماعه او السنه دي اكثروا من اللي هي الصدقات. يعني انا شايفه ان انت هتعملوا اعمال خيريه كتيره، اعمال تشاريتي، اعمال تساعدوا فيها إنسانيا الأشخاص، هتبقى دي مصدر شهرة ليكوا، مصدر علو شأن اجتماعي عندكوا، هتعملوا شغل حلو جدا جدا. يبقى أنت يا برج السرطان في عام 2024 أنت كونسيدر ملك من ملوك الحظ إن شاء الله. قولوا آمين يا رب، قولوا الحمد لله وآمين يا رب. إن شاء الله إن شاء الله يا برج السرطان ربنا يعوضكوا، لأن أنتوا تستحقوا كل الخير، تستحقوا كل السعادة. فاشتغلوا على السنة دي يا برج السرطان، زي ما قلت هيبقى الكونكشنز والعلاقات بتاعتك واجتماعيا هتساعدك إن أنت تحقق أمور كتير جدا كان نفسك فيها. فبالتالي do your best، اشتغل اسعى، وربنا سبحانه وتعالى هتلاقي الدعم، هتلاقي المساعدات. وزي ما قلت ان انت تدريجيا كل ما بتعدي يعني 2024 سنة قوية وسنة حلوة وسنة اموال وسنة تغييرات جذرية وسنة تغييرات للافضل، الا ان سنة 25 افضل وافضل. يعني شايفة سنة 2025 سنة قوية برضو حلوة جدا بالنسبة لكم. طيب شايفة ان انتوا هتشتروا حاجة غالية، حاجة ثمينة، حاجة كنت بتحلم فيها، حاجة مهمة بالنسبة لكم، حاجة انت كنت مستنيها يا برج السرطان. والناس اللي بتدور على سكن ممكن تغير بيتك، تغير مثلا سكنك، تغير مكان، يعني تعمل تغيير. اوكي. طيب يبقى انا عندك اشخاص كتير هتدعمك، اشخاص كتير هتقف جنبك، اصحاب سلطة، يعني علاقاتك مع الاشخاص، الناس اللي بتشتغل في شغل ليه علاقة باشخاص ذوي نفوذ وسلطة، الناس دي هتدعمك وهتزقك لقدام. و 2025 من بداية السنة لحد شهر 5 برضو اعتقد المشتري هيكون موجود لسه في برج الجوزاء، وهيدعمك في الفترة دي. يبقى احنا اصعب شهور السنة امتى يا ولاد؟ يلا نسمع مع بعض. شهر يناير لو بروفايل برج السرطان، ممنوع منعا باتا الفايتس، ممنوع منعا باتا الدخول في معارك، ممنوع منعا باتا المواجهات، في معاكسة، في شمس في وشك عمالة تخبط فيك، في مريخ، وده كوكب الارض كله المريخ، وده كوكب الحرب يا جماعه، في وشك بيواجهك بيعكسك، في كمان عطارد، فيعني ثلاث كواكب، وكمان فينوس في القوس مش موقع بيدعمك، بالعكس فينوس بيدي لك فرص عاطفيه كويسه طول ما هو في ديسمبر، هيتنقل من يوم 29 ديسمبر للعقرب.
فمريخ في الجدي، الشمس في الجدي، عطارد في الجدي، كله ضرب ضرب ضرب. ففتره مش هنينه، فتره متعبه بالنسبه لك، وديسمبر كذلك برضو مش من الفترات القويه بالنسبه لك. انا شايفه ان انت يعني كل ما تمشي تدريجيا انت افضل، يعني فبراير احسن من يناير ان شاء الله. بعد كده مارس من اجمل شهورك، لان الشمس في الحوت بتدعمك، والمشتري موجود في زحل بدعمك، ويعني مشتري في موقع داعم ليك، زحل في موقع داعم ليك، الشمس كمان في موقع داعم ليك يا برج السرطان. طيب انا شايفه ان هي سنه انت يعني لو اشتغلت كويس هتقدر تبني فيها، سنه بتتقدم وبتتطور، سنه اعباءك ومتاعبك هتخف كتير جدا جدا كومبير بالخمس سنين اللي فاتوا اللي كانوا عجاف جدا جدا على مواليد برج السرطان. يبقى انت من الابراج الاكثر حظا، بالذات اول خمس شهور لان المشتري بيدعمك، المشتري بيدي لك برضو علاقات مهنية قوية، علاقات اجتماعية قوية جدا جدا جدا. بعدين شايفة ان انت في الفترة دي يعني انا شايفة العزاب هيبقوا بيفكروا اكتر بعقلهم اكتر من قلبهم. يعني الفترة دي يعني سنة 2024 عقلك هو اللي هياخد الدفاع في الامور مش قلبك. يعني حتى المنفصلين والعزاب هبقى بتفكر بعقلك اكتر، اختياراتك عقلانية اكتر، يعني مركز على العقل اكتر من القلب. وعندك استعداد ان انت تدخل في الحب، وعندك استعداد للحب، وعندك شهور زي قلنا شهر 5 وشهر 7 وشهر 3، دول شهور بيدعموا الحب بتاعك، بيدعموا علاقاتك العاطفية. ممكن تدخل في علاقة غير تقليدية، علاقة مع شخص مختلف عنك تماما. المتجوزين شايفاك ممكن تقفل علاقات او تبعد عن اشخاص توكسيك او اشخاص مزعجه في حياتك، او اشخاص بيستغلوك او بينتهزوك، او اشخاص انتهازيه، او اشخاص بتحقد عليك. بس احذروا من شهر ديسمبر وشهر اغسطس وشهر كمان شهر ابريل وشهر يونيو عاطفيا من مشاكل للمتجوزين. احذروا الشهور دي ممكن يحصل فيها مشاكل. انا شايفه عندك مكافآت حلوه طول السنه مهنيا، عندك نجاحات، عندك استثمارات، المشتري واورينوس وزحل بيدعموك في وضع داعم، عندك كسب اواضي يا برج السرطان، علاقاتك بزملائك ورؤسائك هتكون قويه جدا جدا عمليا، عندك علاقات، فرص لانجاز، يعني استغل اول خمس شهور لمصلحتك يا برج سرطان. علاقاتك الاجتماعيه في اوجها، وعلاقاتك بالمسؤولين واصحاب النفوذ، في ناس بتشجعك، ناس بتدعمك، فهي سنه قويه جدا بالنسبه لكم يا برج السرطان. بتمنى لكم السعاده. قولوا لي يا برج السرطان كيف كان عام 2023 بالنسبه لكم. قولوا لي كمان بتتابعوني من مدينه ايه، من بلد ايه. لو بتتابعوني من جوه مصر بليز تعملوا لايك للفيديو، لو بتتابعوني من بره مصر بليز تعملوا لايك للفيديو، واعملوا شير كتير كتير عشان الفيديو يوصل اكبر عدد من المتابعين. بشكركم، بحبكم جدا، باي، مع السلامه.